ويسعدنا أن ينضم إلينا داخل الاستوديو الخبير الاستراتيجي الأستاذ خالد الصلال. نرحب فيك أستاذ خالد. يا أهلا وسهلا. وبالحديث عن القمة الإسلامية هذه المرتقبة والتي إن شاء الله سوف تنطلق بعد لحظات في العاصمة التركية إسطنبول، نريد أن نتحدث عن دور الكويت الريادي في تعزيز العمل الإسلامي، و كيف يعني جبل أهل الكويت على العمل من أجل النهوض بالقمة القمم الإسلامية والنهوض بالعمل الإسلامي الذي يشكل تفاعل دائما مع القضايا الإسلامية. الكويت مثل ما ذكر ضيفكم العزيز قبل شوي أن هي كانت سباقة في هذه الأمور في السابق، وكان المؤتمر اللي عقد الدورة الخامسة، نسختها الخامسة التي عقدت في الكويت عام 87 كانت هي الأميز، ولكن الكويت استمرت بعد هذا المؤتمر في دعم كل القضايا اللي متعلقة في منظومة العالم الإسلامي والتي ترتكز على جوانب إنسانية بالدرجة الأولى، وهذا ما ميز صاحب السمو في منحه قائد العمل الإنساني وفق هذه المعطيات اللي تمت في السابق. هذا أميز ما قامت فيه دولة الكويت في هذا الجانب. أما من الجوانب الأخرى اللي حضرتك تسأل عنها، دور الكويت الريادي في هذا الأمر هي دور الوساطة مثل ما ذكر ضيفكم العزيز في السابق في هذا الأمر، ترى ما خلوا لنا شيء في السابق. سنتحدث عن جوانب أخرى معك وصفة الخبير الاستراتيجي. إيه نعم. يعني سيد خالد، إذا ممكن نتكلم عن مشاركة هذا العدد الهائل من الوفود في هذا المؤتمر، يعني كيف يمكنكم كخبير استراتيجي قراءة هذا المشهد؟ أولا قبل أن أتكلم في هذه النقطة أود أن أذكر أن ما يميز هذه القمة أن منظمة التعاون الإسلامي قبل 4 أيام أعلنت عن وضع خطة عشرية لمدة 10 سنوات تبدأ من عام 2015 إلى غاية 2025، ووضعت 12 وثيقة ستوضع بعد قليل أمام طاولة القادة العالم الإسلامي ليتم إقرارها، خلاف لما ذكر في مراسلكم في إسطنبول الأستاذ مطر الهاملي عن 196 قرار. هذا يختلف، ولكن هناك 12 وثيقة سيتم وضعها على هذه الطاولة، وأبرزها هي الجانب الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا والقضايا المتعلقة في هذا الجانب. ولكن الدول اللي ذكرتها حضرتك والكم الكبير من هذه الدول تشكل دعم، وهم يشكلون بما يقدر ربع العالم، ربع سكان العالم، ربع دول العالم، ربع دول العالم تقدر 200 أو 212 دولة، هذه 57 دولة، فتشكل ثقل وحجم كبير يوازي، وعلى فكرة هي عضو دائم في المتحدة اللي هي منظمة التعاون الإسلامي. جميل. بصفتك أستاذ خالد الصلال خبير استراتيجي وعسكري سابق في هذا المجال، وهذا الذي ذكرته بالنسبة للمؤتمر الذي يضم هذا الحجم الهائل من الدول الإسلامية والذي أخذ شعار بأن بالوحدة والتضامن سوف نحقق السلام والعدالة. بصفتك خبير استراتيجي وعسكري في هذا المجال، كيف يمكن لهذه الدول الإسلامية أن يعني تستطيع أن تتخذ من هذا الشعار الوحدة والتضامن من أجل السلام والعدالة بالقضاء على التطرف والقضاء على الإرهاب؟ الوحدة والتضامن من أجل العدل، السلام والعدالة. العدالة والسلام هذا حلم كبير للمجتمعات الإسلامية والعربية، وإذا ما قورنت في المجتمعات الغربية الأخرى وبعض، فلذلك وضع هذا الشعار لكي يتحقق لابد من الوحدة والتضامن، فهذا شرط رئيسي. الوحدة والتضامن لا تتحقق إلا في ظروف مناخية سلمية واستقرار أمني، فلذلك نرى أن ما كذلك ما يميز هذه القمة أن الأحداث التي تحوم حوالينا في الفترة الحالية في المتغيرات الإقليمية التي تحدث بشكل سريع، كل الدول اللي مشاركة لها شأن في هذا الأمر الأمني، فلا يمكن يعني يتم تحقيق العدالة والسلام إلا في تضافر الجهود من حيث الوحدة والتعاون من خلال الاستقرار الأمني ومحاربة
الإرهاب والتطرف بشكل جميع أنواعه، حتى هناك ورقات عمل ستوضع في هذه القمة تتعلق في بعض التنظيمات والجماعات التي كانت في السابق تعد تنظيمات عادية ولكن الآن صنفت كإرهابية. فهذه إحدى الورقات التي سيتم وضعها على طاولة القادة. الخبير الاستراتيجي السيد خالد صلال، خليك معنا شوي، رح ناخذ هذا التغيير ونعود إلى ضيفنا داخل الاستديو السيد خالد صلال خبير الاستراتيجي. طبعا مثل ما ذكروا في التقرير، إذن ملف الأزمة السورية رح يكون حاضر أكيد في القمة الإسلامية اليوم، لكن إذا كنا بنقول هل تمثل القمة الإسلامية أهمية بالنسبة للملف السوري بشكل خاص؟ بدون شك، هي ليست فقط الملف السوري، هناك القضية اليمنية. نعم أكيد. وهناك استحقاق قادم في مفاوضات، نأمل بأن يكون هناك اتفاق في الكويت، نأمل في أن يستمر هذا العطاء والدعم من هذه القمة للوصول إلى اتفاق في مفاوضات الكويت. القضية السورية هي ليست على رأس هذه الأمور، اللي على رأس هي القضية الفلسطينية. نعم. والقضية السورية الآن أخذت مسار دولي، وهناك في قرارات صدرت بشأنها، وستستمر بأمور داعمة من خلال تضافر الجهود القادة الذين سيكونون في حاضرين على هذا الملف السوري، والقضية اليمنية والقضية الليبية وقضية جامو كشمير وقضية البوسنة والهرسك وقضية كذلك الآن يحدث في أرمينيا وهجومها على أذربيجان، والقضايا الأخرى تتعلق في القضايا الإرهابية. الملف السوري ملف مهم جدا وإنساني وخطير وما يحدث، ويجب مراعاته من هذا الجانب. ولكن هذه القمة ستصدر قراراتها، والقرارات ليست دائما هي الحل، ولكن تضافر الجهود، ومن عنوانها هي الوحدة والتضامن. فإذا لم يكن هذا الأمر بشكل واضح من خلال وحدتهم وتضامنهم في هذا الدعم الدولي الذي يصبح كشرعنة دولية من هذا المؤتمر يصب في مصلحة القضية السورية، وإلا فلا، سيعتمدون على القرار الدولي فقط. بصفتك أستاذ خالد صلال خبير استراتيجي أمني ولك باع طويل في المجال الأمني، الحروب عندما تستمر وخاصة لو نريد أن نعول على القضية السورية، الحرب في سوريا، القضية السورية دخلت عامها السادس الآن. صحيح. وما نعلمه بصفة شخصية بسيطة بأن الحروب تحتاج إلى تمويل، ألم يصلوا إلى مرحلة استنزاف هذه الموارد واستنزاف هذه القوة، فبالتالي على هذه الحروب الطاحنة أو ما يسمى بالاقتتال الطاحن أن يهدأ، وإلا من أين يأتي هذا التمويل؟ هذه هي المشكلة، أنت قلتها، التمويل هي الأزمة الاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير حتى في إعادة النظر في دعم هذه الأمور، ولابد من إيصال إلى قرار، توصل إلى قرار حاسم من أجل إيقاف هذه الأزمة، وليس الاعتماد على نحن لا نريد أن نحارب الإرهاب، نحن نريد أن نوقف داعمي الإرهاب، وهذه هي النقطة الأساسية. تجفيف منابع الإرهاب لن يأتي إلا في عمل جاد من خلال هذه القمم، من خلال تضافر الجهود. أما أن تتحدث لكي تجفف منافع الإرهاب وبأنواعها من خلال فقط الحديث عنها، مجرد الحديث، لا يمكن الأمل في هذا الشأن إلا في تضافر الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية التي ترصد هذه الأمور. أما التمويل فالتمويل يصعب. يعني بشكل سريع أستاذ خالد صلال، بصفتك يعني خبير أمني سابق، قراءتك كانت مثلا للقضية السورية، بعض العسكريين قالوا بأنها سنة وتنتهي، لن تصمد أكثر من ذلك، سنتين ثلاث، دخلنا في عامنا السادس. أنا في الخاسر الأكبر أتعلم من هم؟ هو الشعب السوري، من أطفال فقدوا التعليم، من أمهات ثكلى، من 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 بيوت هدمت، من بنى تحتية، من بلد تدمر. لكي أكون صريح، ونحن في قناة تلفزيون الكويت، ونحن نتعامل بكل حرية في التعبير عن الرأي. صحيح. وأنا سأذكر في قبل
تقريبا 5 سنوات كنت في أحد اللقاءات في بداية هذه الأزمة، سئلت أما إذا كان ستستمر هذه الأزمة أو تنتهي في فترة قريبة، وكان بعدها في فترة أن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية ستشن عمل عسكري وأرسلت أساطيلها وكانت حملة عسكرية من أجل شن حربا. أنا قلت لن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية في هذا العمل، وهذا موثق الحديث، وستستمر تلك الأزمة إلى سنوات طويلة وعديدة. ولذلك السبب الرئيسي في هذا الأمر هي تجاذبات دولية لمصالح مشتركة في هذه المنطقة. في المنطقة صحيح. وإن أنشينا، وإن تذكر في السابق أن في مصر لما بدت ثورات الربيع العبري التي أطلق عليها ليست العربي وهي ثورات الربيع العبري، لأن الدولة العبرية هي المستفيدة الوحيدة والعرب هم المتضررون. الربيع عندهم أصبح. نعم. فكان الرئيس السابق محمد حسني مبارك قالت له الدول الغربية ارحل بعد 3-4 أيام. نعم. ولكن لم يقولوا هذا الأمر لنظام بشار الأسد واستمروا في هذا الأمر. وأظن أن المصلحة للدول الغربية لها شأن في هذه الأزمة ومصالح، ولا بد من تضافر الجهود من خلال هذه القمة من أجل إصدار قرارات حازمة لإيقاف هذا الأمر من الجانب الإنساني، ويجب على الموقف الدولي تضافر الجهود فيها. يعني هذا ما نتمناه بالوحدة والتضامن، سوف نحقق العدالة والسلام إن شاء الله، وهذا ما نصبو إليه من خلال وجود هؤلاء الرؤساء وهؤلاء القادة في مؤتمر القمة الإسلامية اللي يعقد في العاصمة التركية إسطنبول، أن يوفقوا إن شاء الله بالخروج بتوصيات تحل الكثير من القضايا التي تهم الوطن الإسلامي بشكل خاص والعالم بأسره بشكل عام. جزيل الشكر لك الخبير الاستراتيجي الأستاذ خالد الصلال على وقتك معنا في برنامج العالم هذا الصباح. وأنا كذلك أتشرف. شكرا.